مساء الخير مشاهدينا الكرام، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب السنة اللي جاية تكون خير علينا كلنا. بنواجه فيروس عالمي، بس كالعادة مش هتكلم في سلبيات، هتكلم في إيجابيات. اتكلمنا في إيجابيات الدولة الحكومة المتمثلة في رئيسنا عبد الفتاح السيسي، في الوزراء، في المحافظين، في رؤساء الجامعات، في الأطباء، جيش مصر الأبيض. واتكلمنا أيضا عن دور الأحزاب وتحالفهم وترابطهم في الأزمة دي. دايما كنا بنشوف الأحزاب في أوقات الانتخابات، في أوقات الأزمات بيبانوا، لأن معدن الشخص بيظهر في الشدائد فقط. بس عندي تحفظ على الناس. ليه حاسه ان الحكومه والشعب يعني بيلعبوا لعبه توم جيري؟ الحكومه عايزه تحافظ على الشعب بكل مجهودها، والشعب بيفكر ازاي طول الوقت ينزل في الوقت اللي ما فيهوش حظر. غلط، ده غلط. كنا زمان نقعد نقول احنا ملناش قيمه في البلد، لا، ده الحكومة المصرية أثبتت للعالم كله إنك ليك قيمة، وقيمة كبيرة، إنها تبعت طيارات تجيب ناس في الخارج، يبقى أنت ليك قيمة، مفيش دولة عملتها. شفنا دور الأحزاب في الشوارع المصرية ومساندتهم للدولة، وبالأخص حزب مستقبل وطن في جميع المحافظات، في جميع الأمانات، في جميع المقرات، من قيادات لشباب. حزب عريق، حزب وطني بجد، بيخاف على الشعب بجد، بنشوف مجهوده في السراء وفي الضراء. معانا مين يا فندم؟ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذه منى. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم وبالمشاهدين الكرام، وتحيه خاصه لهذه القناه صاحبه الرساله. شكرا لكم. شكرا لحضرتك. كلنا شهدنا مجهود حزب مستقبل وطن في جميع المحافظات وعلى جميع الامانات. ايه المجهود اللي الحزب عمله للشعب وللشارع المصري وللدوله المصريه في مواجهه فيروس زي فيروس كورونا؟ أنا بس اسمحي لي في البداية أن أتقدم بالتعزية لجهاز الشرطة، بل التعزية لمصر كلها على وفاة السيد المرحوم محمد فوزي الحوفي، اللي قدم هو ورفاقه أرواحهم في سبيل وطنهم. وأرجو دائما أن نتذكرهم دائما، هم وشهداء القوات المسلحة، لأنه لولا هؤلاء ما كنا وما كان لنا قائد. صحيح. كمان هذه الفرصة، معلش سامحيني، في أن أنا أقدم التهنئة برضو للإخوة الأقباط بمناسبة أعيادهم، والتهنئة لجموع المسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله ربنا يعيد علينا هذه الأعياد والأيام الجميلة بعد أن تزول هذه الغم. اللهم امين. سؤالك، تفضل حضرتك. مع حضرتك يا فندم. بالنسبه لكورونا، واخد بال حضرتك، الحقيقه المطلوب الوعي والوعي والوعي. صح. لانه احنا بنواجه وباء خطير خطير خطير، واعتقد انه يعني الاعلام يعني كل وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه وغيرها افاضت في بيان مدى خطوره هذا الوباء، وده اللي خلى الدوله الحقيقه قامت بدور استباقي يعني رائع، وكان محل يعني مهما اقول لك العالم كله
كان منبهر بهذه التجربة المصرية في اتخاذ الخطوات الاستباقية في كل الأمور التنظيمية والصحية وغيرها. لذلك جه الدور بقى على أبناء الشعب نفسهم إن هم يعني يقدموا بقى أيضا دور يعني داعم ومساند لهذا، لأنه يعني أنا أعتقد إنه ما زال في تصرفات الحقيقة للأسف ليست على المستوى المطلوب. حقيقي يا فندم، وليه تعقيب على النقطة دي بعد إذن حضرتك، لما تبقى الحكومة خايفة على الشعب بالطريقة دي وتقفل منافذ المحافظات والبوابات والشعب أو بعض من الشعب يطلع عشان يسافر قبلها بيوم، ده تهريج. دول فاكرينها لعبة، مش فاهمين ان احنا في كارثة حقيقية والدولة بتحاول تكون حائط سد الفيروس لعين. الحقيقة كده فعلا يا فندم، وانا عشان كده بدأت انا بالوعي. يا اخوانا لابد ان ندرك الخطورة، يعني لحد دلوقتي الناس مش مدركة ان الفيروس ده لا قدر الله، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنوع من الستر ونوع من الحماية الإلهية سبحان الله، أن النسب عندنا ما زالت تحت السيطرة. ولكن إحنا إذا لم نحترم يعني الإرادة الإلهية ونحترم النعمة دي، أنا أعتقد بقى بعد كده نلوم إلا أنفسنا، وإن شاء الله يا رب ما يحصلش. لكن احنا بنناشد الجميع، والحكايه بسيطه جدا جدا، مش مطلوب اكثر من الالتزام بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي الدوله الحقيقه وضعتها، وكلها يعني امور ليست بالعسيره، دي امور بسيطه جدا جدا. وان شاء الله ان شاء الله يعني الامل كبير في هذا الشعب برضه ان هو يعي هذا الامر، خصوصا في هذه فتره الذروه، ونعديها بخير ان شاء الله باذن الله. حقيقي. طيب احنا شفنا شباب حزب مستقبل الوطن في محافظات كتير بينزل يعقم بنفسه وبينزل يوعي الناس في الشوارع المصرية، هل هم كانوا يعني تحت تدريب قبل الأزمة دي عشان لو في أي أزمة زي الفيروس ده يكونوا جاهزين؟ هم عندهم التوعية الكافية ان هم يحافظوا على أنفسهم في الشوارع وهم بيعقموا؟ تمام يا فندم. الحقيقة ان الحزب يعني له كوادر وشبابية يعني في منتهى الالتزام والانضباط والتعامل العلمي المدروس. وبالقطع يعني هو الحزب بيهتم جدا جدا بالشباب كغيره من الاحزاب، لانك تعرف حضرتك طبعا يعني كما هو معلوم ان الشباب هم قاطره هذه الامه، وقدرات الدول بتقاس واوزانها بتقاس بنسب الشباب في المجتمع ومدى حيويتهم وقدرتهم على العطاء ورغبتهم في هذا العطاء. وبالقطع هناك يعني امور تنظيميه رائعه يعني الحقيقه معدة من فترات طويلة، وفي بعض التدريب عليها، وعندي يعني ده اللي خلى رد الفعل في معالجة هذا الأمر كانت على مستوى معقول جدا جدا جدا. وده طبعا دي ضريبة، لأنه أنت عارف أي كيان يعني أن الحزب هو كيان شعبي وطني، لذلك هو بيقوم بدوره في التخفيف عند المواطنين في محنتهم والوقوف مع كيسة الدولة للخروج من هذه الغمة. فبإذن الله إن شاء الله بجهود شباب الحزب والأحزاب الأخرى وشباب مصر جميعا، يعني لازم يعني هذه ضريبة مطلوبة منهم يأدوها لأهاليهم، خاصة يعني الأمر برضه يتعلق بخطورة خاصة بكبار السن وغيرهم، فإن شاء الله هم هيكونوا سند للدولة وسند لأهاليهم في عبور هذه الأزمة إن شاء الله. إن شاء الله، وطول ما في مسؤولين زي حضرتك إن شاء الله إحنا بخير إن شاء الله.
أكيد فضلك طبعا. في جزئية حضرتك في حقيقة برضو يعني أضيفها الحقيقة إنه إحنا يعني خرجنا من هذه الأزمة وبإذن الله نخرج منها بجهد ما أطلق عليه الجيش الأبيض. والحقيقة إنه أداء الأجهزة الطبية في مصر كانت مبهرة للجميع، لأن الحقيقة الناس دي يعني بتقدم أرواحها وتقدم جهودها ليلا نهارا، وهي تعلم مدى خطورة وقفتهم في هذا الوقت في يعني في مواجهة هذا الوباء. فلذلك يعني تحية خاصة، وأعتقد بأمر الله إن شاء الله أنهم يعني سيكونوا محل تكريم شديد وعالي جدا جدا من كل طوائف الأمة ليست الأحزاب فقط، عندما بإذن الله يكلل عملهم بالنجاح إن شاء الله ونعبر هذه الغمة إن شاء الله. وللأسف إن في ناس أو في مجموعة من الناس يا معالي المستشار بينظروا للأطباء دلوقتي نظرة تنمر، في تنمر إن هما وباء، أول ما يعرف إن هو دكتور أو كان في احتكاك بينه وبين المرضى يبعد عنه، لو توفى يرفض دفنه، وهو ده قلة ثقافة فعلا وقلة وعي. تقول لهم إيه حضرتك؟ بص حضرتك معلش يعني برضو احنا لابد ان نتعامل مع الشعب بثقافاته كلها مختلفة، وان حدث اي خطأ او تجاوز او خروج لابد ان نتعامل معه كما تعاملت الدولة الحقيقة بأجهزتها المختلفة والشرطة في هذا الامر. ولكن شوفي بقى يعني يمكن خلينا ننظر للجانب الاخر، انه ما ان ادرك أهل هذه القرية التي كانت محلا لهذا الأمر مدى الخطأ الجسيم اللي هم وقعوا فيه في دفن الطبيبة رحمها الله يعني مثواها الجنة. الشيء اللي أنا أسعدني جدا كم الاعتذارات وطريقة الاعتذارات والبانل اللي اتحطت في هذه القرية للاعتذار عن هذا الأمر والعودة إلى 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 قيامنا وصحيح الواقع وصحيح الأمر. فالمسألة يعني لابد أن نتعامل معها بقدرها، لكن الشعب المصري على عمومه شعب ذكي جدا، واعي جدا، مدرك جدا. وإحنا برضو يعني دي برضو مناسبة أنه ما ينسقش في بعض هذه الأحداث لبعض الخارجين عن القانون والخارج، وإحنا عارفين برضو ان ما زال يعني في تحت الاكمه هي وراء الاكمه ما وراءها. فالشعب يبقى واعي لهذه الامور حتى لا ينزلق الى مثل هذه الانزلاقات. صحيح، لان احنا بنحارب فكر متطرف للاسف، عندنا نسبه صغيره بتبث الاخبار السيئه والذعر ما بين الناس، مع ان وزارة الصحة العالمية طلعت بيان وقالت ان الجثث المتوفيين بمرض كورونا ما بينقلوش العدوى، فيجب علينا تثقيفهم جيدا. هو الحقيقة ان الاعلام لم يقصر في هذا الامر وبين هذا الامر، ومطلوب منه معلش تكرار هذا الامر مرات ومرات ومرات، لكن الـ 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 سيبقى برضو يعني الثقافة وغيرها بتحكم في بعض هذه الأمور بانفعالية في البعض. وبرضو كما تفضلتي أن هناك من يعني يعبث في هذا الأمر، فالأمل في وجه الله أن هذا الشعب أصبح واعي جدا 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 في كل أموره الحقيقة يعني. وإن شاء الله إن شاء الله نحن نراهن على ثقافة ووطنية وذكاء هذا الشعب، وأقربها برضو يعني عندنا إحنا إن شاء الله هشام النسيم وغيره يعني سيبرهن للعالم كله إنه شعب واعي، وإنه أدرك أن أي اجتماعات ومثل هذه الأمور
يعني مش عاوز اقول انها بتبقى يعني في الاوقات الحرجه دي، مش عاوز اعتبر يعني بقول تعبير انتحاريه يعني، ده يعني صحيح الحقيقه انها فيها خروج وفيها تعريض للخطر بشكل واضح. فانا اعتقد باذن الله ان الناس كلها هتكون اهل لهذه المسؤوليه ان شاء الله باذن الله. صحيح. شكرا لحضرتك معالي المستشار عبد الوهاب رئيس حزب مستقبل الوطن، شكرا يا فندم. الاحزاب عامله مجهود رائع رائع بتساند الحكومه حقيقي. مش علينا اي واجب غير الالتزام عشان مصلحتنا اولا. لو عندنا 100 حاله ونزلت بتهور في الشوارع في الاماكن المزدحمه، ال 100 مليون هيتصابوا. خلي عندك مسؤوليه، خلي عندك وطنيه، لان لو الوطن راح الدنيا راحت. الحكومه فتحت خزائنها للشعب بتساند الشعب. معنا مين؟ دكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحريه المصري والمتحدث الرسمي باسم البرلمان، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، تحياتي ليك وللمشاهدين الافاضل. اهلا بحضرتك. دكتور صلاح، كنا عايزين نعرف ايه دور البرلمان المتمثل في اعضائه في مواجهة فيروس زي فيروس كورونا؟ طيب خليني اقول لك ان الاول الدور الفعلي اللي قام بيه البرلمان ونوابه من اول يوم وجد في مصر ازمة فيروس كورونا المستجد، ان كان كل النواب تقريبا موجودين في دوائرهم، نظموا حملات للتوعية وحملات للتعقيب والتطهير، قدموا عدد من المساعدات الاجتماعية لأهالي دوائرهم المتضررين من تبعات أزمة فيروس كورونا. كان ليهم دور مهم جدا في توعية الناس وإرشاد الناس لأهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بحظر التجوال وخلافه. إضافة إن كان في مبادرة من المجلس ونوابه دعا عليها دولة رئيس المجلس الدكتور علي عبد الحال بأن يتبرع أعضاء مجلس النواب بدخلهم وراتبهم لمدة 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر، وبالفعل يعني استجاب كل النواب لهذه المبادره وتبرع اعضاء المجلس برواتبه لمده 3 أشهر شهر ابريل ومايو ويونيو لصندوق تحيا مصر. احنا شايفين ان الدور بتاعنا دوت يعني اقل ما نستطيع ان نقدمه للدوله المصريه وللشعب المصري في ظل هذا الظرف. صحيح. طيب كان عندي اقتراح بخصوص النواب، لو كل نائب تفضل وكفى اهل دايرته، يعني للعماله الغير منتظمه، مش لكل طبعا الدايره، للناس اللي مضطره تقعد في البيت وما عندهاش مرتب حكومي وبلا مأوى، بلا مأوى في الوظيفه، لو تكفل باكلهم وشربهم وساند الدوله، ان الدوله اوريدي فعلا عملت ده، هو لو ساند الدوله باي جزء من الراتب، اي جزء بس، يعني يكون مجهود شخصي ينزل هو الاهالي دايرته ويعمل ده، ايه راي حضرتك في مبادره زي دي؟ طيب خليني اقول لك ان دي بتبقى بقدر الاستطاعه يعني بس يعني ايه، عشان لا نكلف بحد المستحيل. يعني يمكن لما تتكلمي عن مثلا يعني انا نايب في شبرا الخيمه، لو تكفلت بعدد بجزء من رواتب عدد من العماله الغير منتظمه، ده يعني انا محتاج ورايا بنك، انما بقدر الاستطاعه طبعا بنقوم بالدور دوت انا وغيري 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 من النواب، بس ده وفقا لاستطاعة كل واحد وقدرات المالية لكل واحد. النائب بالاساس مش خدمة، النائب بالاساس خدمة. صح يعني صحيح. النائب دوره الحقيقي دوره ان هو ايه؟ اتفضل يا فندم. حزب الحرية المصري مثلا قايمين بالدور دوت بقدر كبير جدا، وزعنا عدد كبير من المساعدات الاجتماعية والسلع الغذائية على مستوى محافظات مصر. ساهمنا بقدر كبير جدا من توفير سبل الرعايه لبعض الاسر غير قادره، ده بيحصل، انما ده دي جهود مجتمعيه ما تقدريش تعمليها فرد عين، انما هي لقدر فرد استطاعه، يعني كل من يستطيع اللي هو يقدر عليه. صحيح. صحيح. طيب قانون الطوارئ تم تعديله، تم اقتراح البرلمان وتوافق عليه.
صحيح؟ ايوه ده صحيح. مش على البرلمان، على لجنه شؤون التشريعيه والدستوريه، وكنت انا حاضر امبارح وتحدثت في بدايه مناقشه القانون، وقلت ان احنا وليس عندنا طرف ولا رفاهيه تاجيل الموافقه على تعديلات قانون الطوارئ، لان احنا عندنا جلسه عامه يوم الثلاثاء وعايزين ننتهي من اصدار هذا القانون، لان احنا بنعتبر نفسنا في هذا التوقيت الحساس والصعب جنود في جيش الدوله المصريه، جنود تشريعيين مش نواب فقط، ومش مؤسسه بمعزل عن مؤسسات الدوله، احنا جنود في جيش مصر الوطني، جنود نتولى التشريع، نساعد بالتشريع، احنا بنصنع القانون وجيشنا بيصنع لنا الامن والحياه، فلا نجد لدينا طرف ولا رفاهيه تاجيل تقديم الدعم التشريعي للدوله المصريه في وقت هي في اشد الحاجه لي، خصوصا ان التعديلات، انا بطمن المواطنين بقى، تعديلات قانون الطوارئ كلها تعديلات هدفها حمايه المصريين، هدفها تفويض رئيس الجمهوريه في اتخاذ اجراءات من شانها مواجهه هذه الازمه والعبور بمصر وشعبها عبور امن من هذه الازمه. احنا دورنا ان احنا لا نتاخر ولا نتوانى ولا نتكاسل في اصدار هذا التشريع، يعني البعض كان بيتخوف من عقاد لجان مجلس النواب ومجلس النواب في هذا التوقيت عشان منع الانتشار العدوى، لا العدوى لا، احنا مش ارواحنا مش غاليه على بلدنا، احنا شايفين جيشنا وشرطتنا في الشارع وفي الحدود وعلى الحدود ليل ونهار عشان يحموا البلد دي، شايفين جيشنا الابيض الاطباء ومعاونيهم في الصفوف الاولى لحمايه حياه المصريين، احنا كنواب متهيألي حياتنا مش غاليه على بلدنا، حياتنا ارخص ما نستطيع ان نقدمه واقل ما نستطيع ان نقدمه لهذا الوطن ولشعب هذا الوطن. افضل حاجه في الازمه دي ان معدن المواطن المصري ظهر، انه بالفطره وطني. دي حقيقه على فكره حقيقه، وعايز اقول لحضرتك ان يمكن النموذج المصري، المصريين احيانا ليهم تركيبه كده غريبه تحير العالم كله مش تحير المصريين بس. المصري تلاقيه في وقت معين كده بيتصرف بتلقائيه وبساطه وخلافه، انما تعالي حطيه في ازمه، وخصوصا لما الازمه دي اسمها ازمه وطن، لما يرى ان الوطن معرض لازمه تجد معدن المصري الاصيل وفطرته الوطنيه تستدعى لمساعده الدوله العبور من هذه الازمه. انا مش هقول لك احنا مش بعيد عن 30/6/2013 لما المصريين شعروا ان الدوله المصريه الوطنيه تختطف من قبل جماعه، لقينا المصريين باكثر من 35 مليون في ميادين مصر، لما الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب المصريين للنزول بعديها بثلاث ايام لتفويضه لمواجهه الارهاب وحرب على الارهاب، لقى 30 مليون او 40 مليون مصري موجودين في 3/7/2013. صحيح. لما طلب تاكيد التفويض لقى في 26/7/2013 لقى اكثر من 40 مليون مصري موجودين، بيقولوا له فوضناك مره اخرى لمواجهه الارهاب. هو ده معدن المصري الاصيل، معدن المصري الاصيل اللي معبأ ومحمل بحضاره وعمق تاريخي قوامه 7000 سنه. بصراحه بتستدعى دايما وقت الازمات، بنشوف على فكره مواطنين بسطاء بتبص تلاقيه بيمد ايده لجاره بمساعده بسيطه جدا، بيعمل الوجبه او الطبخه زي ما بيقولوا في الحياه الشعبيه ويحط منها طبق ليه بيته ولعياله وطبق لجاره اللي مش قادر. صحيح. هي دي، هو ده معدن المصريين وطيابه المصريين وطيبه المصريين وجمال المصريين. صحيح. عشان كده شوف يمكن سبحان الله احنا دوله لسه كنا بنقول اقتصادنا بينمو، احنا دوله ما عندناش هذه القدرات البحثيه والتكنولوجيه في دول ثانيه، انما احنا دوله بنعطي نموذج للعالم لملحمه شعبيه بيقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري الوطني والشرطه المصريه الباسله وكل مؤسسات الدوله والشعب المصري الاصيل، كل دول في مركب واحده هدفها العبور بالدوله المصريه البرلمانيه. صحيح. شكرا دكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحريه المصري والمتحدث الرسمي باسم البرلمان، شكرا يا فندم. معانا دكتور محمد نور الدين نائب رئيس حزب حماة وطن والخبير الدولي للامم المتحده، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا اهلا دكتوره منى. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، واسمحي لي الاول بس بانتهز فرصه ان انا معاكي في البرنامج واحيي كل المصريين بالاعياد، اسبوع الاعياد النهارده، بحيي اخواتنا المسيحيين بعيد القيامه المجيد، بكره كل المصريين مع بعض وعيد الربيع، يوم الجمعه ان شاء الله كلنا كمسلمين اول رمضان، وكل سنه وانتم طيبين.
حقيقي. دكتور محمد، عايزه حضرتك تكلمني عن دور حزب حماة وطن لمواجهه فيروس كورونا. بص حضرتك، حزب حماة الوطن يعني يمكن ابتدى بدري كويس. احنا ابتدينا اول ما حسينا باللي حصل في الصين دورات وحملات توعيه، فكره منتشر في كل محافظات مصر تقريبا، ولنا 23 امانه ضمن 25 امانه وامانات مركزيه في المراكز والقرى والى اخره. فالحمد لله انتشارنا ده ساعدنا ان شبابنا وناسنا والاخصائيين فيهم في هذا الموضوع ابتدوا ينشوا حملات توعيه لكل الشعب في كل الاماكن. وده خلانا نلتحم جدا جدا بالناس من اولها قبل حتى ما ناخد اي تطور، قبل ما يجي عندنا اول حاله لفيروس كورونا. ده كان دورنا. انا دايما اقول ان الاحزاب دورها اساسا سياسي وخادم. سياسي كلنا كل الاحزاب وكل مصر تلتف حول القياده السياسيه والحكومه وتلتف في كل خطواتها. صحيح. اللي بصراحه خطوات كلها ايجابيه وكلها في صالح هذا الشعب، كلنا بنتفق جميعا على هذا وكلنا ورا القياده السياسيه فعلا. اجتماعيا بقى انا بقول لحضرتك ان دي كانت فرصه للاحزاب اللي انها تترابط اللي فعليه وليست الاعلاميه، الفعليه اللي هي موجوده فعلا على ارض الواقع واللي موجوده فعلا وبتشتغل وبتحس انها بتأدي دورها لبلدها بدون اي مش مستنيه اي مظاهر ولا عايزه تحسس نفسها، تحس انها بتعمل حاجه فعلا لبلدها. صحيح. هقول لحضرتك احنا يمكن طرحنا كل حاجه ممكن حضرتك تتصوريها، عندنا ناس من ضمن زمايلنا اللي عندهم مصانع في المطهرات والمنظفات ابتدوا يتبرعوا بكل انتاجهم، ابتدينا نمرن شبابنا ازاي نقدر نطهر وازاي نقدر نوزع المواد المعقمه والى اخره، ازاي في احياء معينه كان يعني مثلا هقول لحضرتك عندنا حي مثلا في اسكندريه حي الجمرك ودي اول مره بترقصه سيده عمل حاجات غريبه جدا في مثلا في يوم قديم ما حسيناش دي وسط الازمه دي، لكن خدوا الهدوم الجديده ولفوا على البيوت وراحوا دول الايتام ده جمال بقى شباب اي حزب يا دكتور محمد، ان هم بينزلوا بانفسهم وبيضحوا بنفسهم عشان يوعوا الشعب عشان يحافظوا على الوطن. انا بشكر حضرتك جدا، نورتني. الله يخليك يا فندم. سيل حضرتك موفقه دايما ان شاء الله. سي. ده اللي بنتكلم عنه طول الوقت، ايه دور الاحزاب؟ دورهم يساندوا الدوله، يساندوا الشعب، يساندوا اهل بلدهم في وقت الازمات، مش ننزل وقت انتخابات ونعمل بنرات ونوزع شنط ونقول احنا هنا. لا، ليهم دور، وبصراحه اثبتوا كفاءتهم، اثبتوا وطنيتهم، اثبتوا حبهم لمصر بجد. بشكر جميع الاحزاب، على رأسهم حزب مستقبل وطن، حزب الحرية المصري، حزب المؤتمر، حزب إرادة جيل، حزب الشعب الجمهوري، جميع الأحزاب، مش عايزة أنسى حد، جميع الأحزاب، هم أحزاب كتير جدا. ده دور جميع الأحزاب في مصر. إلى اللقاء ودمتم آمنين.